حلمنا أن تونس الجديدة باش يكون فيها مواطن تحلو له الحياة في تونس. نعم سعادة، ربما تظهر كلمة حميمية، أما التونسي السعيد في تونس هو حلم يمكن يتحقق. لابد لطي صفحة الماضي باش نضع دستور جديد ولنا فيه تصورات مركز على الهوية العربية الإسلامية، انفتاح على القيم الكونية، وجود أحكام أساسية غير قابلة للمراجعة، الحريات، الحقوق الأساسية الفردية والجماعية، المساواة بين الرجل والمرأة، يعني نحافظ على المكتسبات ونطورها، وإلى جانب ذلك نرسي قواعد جديدة. النظام السياسي نظام رئاسي معدل، المساءلة والمراقبة ضرورية، البرلمان يراقب الحكومة، ومحكمة دستورية تراقب الجميع، والمحكمة الدستورية ممكن أن يتقدم لها بشكوى مؤسسة من المؤسسات، لكن كذلك ممكن أن يتقدم لها مواطن. قضاء مستقل وقاضي مستقل، إعلام حر وتعددي، تشرف عليه هيئة مستقلة، التفكير في بعض قناة برلمانية، إدارة عصرية في خدمة المواطن. التكتل يرى أنه إذا كان فما كما يقولوا شانتي هو الإصلاح الجذري للمنظومة التربوية. اليوم عندنا منظومة تربوية تفبرك في البطالة نتيجة السياسات الخرقاء اللي بدأت بحثا بين ظفرين على فرحة الحياة، نحات الامتحانات ونحات المناظرات وسهلت التعب من قسم القسم، ومن الابتدائي للثانوي، ثم من الثانوي دخلنا حتى في معدل البكالوريا، والنتيجة هي المرحوم البوعزيزي وأمثاله. المنظومة التربوية تحتاج حقيقة إلى أسلاح جذري، تعليم أساسي إجباري ومجاني، تعليم ثانوي في مسلكين عام وتكنولوجي، أولوية للحد من الانقطاع عن الدراسة. نعرف المسألة هذه يعني متفاقمة خاصة في المناطق الداخلية، أمور مربوطة ببعضها. مرصد وطني مستقل ليقيم، احنا هذه ثقافة التقييم ماهيش موجودة في أمخارنا، كل واحد يعتبر روحه معلم، ما عنده حتى واحد الحق باش يقول والله أحسنت في المسألة هذه وإلا فشلت في المسألة هذه. نحن نرى وأن نظام الحصة المسترسلة على 5 أيام نظام سليم، يترك يومين هم يقولوا للراحة، لكن هي في الحقيقة تبديل السلوك، فيها رياضة، فيها ثقافة، فيها قضاء الحاجات الأساسية بالنسبة للمواطن. نعرف أن ثورة الكرامة انطلقت نتيجة للكسر الاجتماعي والتفاوت الخطير بين الجهات،
نرى أنه من الضروري أن نضع نموذج تنموي جديد يقطع مع سلبيات الماضي، يقطع مع الفساد، مع التفاوت بين الجهات، بين الطبقات، يحقق مصالحة طبقية، لأن سلبيات الماضي هي التي قادت إلى الثورة. خلق 100,000 موطن شغل، نقول بكل وضوح وأن العمل هذا هو مراد بعودة القطاع العام، لأن اليوم القطاع الخاص في وضع صعب، والدولة هي الوحيدة اليوم القادرة على القيام بهذا المجهود. موضوع من المواضيع الأساسية بالنسبة لتونس الجديدة كيفما الثقافة اللي وقع التخلي عليها، لأن الناس اللي قبلنا في العهد الماضي كانوا يعتبروا الثقافة مشكلة لأنه ما عندهمش ثقافة. تحدثوا ياسر عندنا مشكلة باش نتجاوزوها، ولا بد أن نتجاوزها، هو أن المعايير والأرقام كان محل تلاعب يعني كبير وخطير، ثم فما تركيز على الأرقام، على العدد، على الكم، عملنا كذا كذا ضوء، عملنا كذا كذا ماء، عملنا، وننساو أن إلى جانب القضايا هذه والمسائل الهامة هنالك البشر اللي يحتاج كيف ما يحتاج إلى الشغل وإلى العمل وإلى الضوء وإلى الماء، يحتاج كذلك إلى ثقافة، إلى ترفيه، إلى رياضة، إلى مسابح، إلى قاعات مغطاة، إلى دور شباب، إلى تقطير، إلى موسيقى. يعني احنا نراو انه نتيجة لقيمة هذه الثورة وهاللحظة التاريخية اللي نعيش فيها، لا مجال للترميم والتلميع، المطلوب هو انطلاقة حاسمة وحازمة لبناء تونس جديد. ندعو دائما إلى اليقظة، لأن الثورة